السلام عليكم يا أصدقائي. اليوم سأقرأ لكم دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه الستر والعفاف، وألبسني فيه لباس القنوع والكفاف، ونجني فيه مما أحذر وأخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. لا تنسوا صاحب الزمان من دعائكم. في أمان الله.